السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض نماذج لحاجات خاصة بالـ Artificial Intelligent أو الذكاء الاصطناعي. ده مثلا موقع اسمه Artflow.ai. ده بيعمل ايه؟ انت بتكتب انت متخيل ايه وهو يرسم لك الشخصية اللي انت عايزها. يعني ممكن تتخيل مثلا ليون كينج مثلا وشرير، تتخيل اي شخصية انت عايزها زي ما انت شايف. الناس بتكتب، وخلي بالك ان هو ما بيعملش حاجة ثابتة. انت كل شخص بيكتب حاجة بيجي تيجي حاجة غريبة، يعني هو مش بيعمل سيرش على النت، هو بيكون حاجة من عند نفسه. يعني خلينا نعمل ايه، رجل صرصار مثلا، تمام، يعني اي ليون مان مثلا، ليون مان كرييت، ياخد ثواني يبدأ بقى يكريت لك صور كتيرة جدا تختار من دي. صورة انا عملتها قبل كده، تمام، بتخيل ليوناردو دافنشي بيرسم طفل يعني او شاب يعني، تمام، فبياخد ثواني يكون لك الصوره. عمل لك الصوره، تقدر تعمل له ريفلو، تخليه انجري شويه، تخليه هابي شويه، تخليه متفاجئ، تغير كل اللي انت عايزه، دارك شويه، فير، وهكذا. فده ذكاء صناعي زي ما انت شايف اهوت، تمام. طيب هنا بقى ايه، ده هنشوف مثال ان هو يقدر يتعرف هل انت ذكي، هل انت سوري اسف، هل انت مبتسم، هل انت حزين، هل انت كذا. والكود موجود، انا حطيت لك كود اهو، بحيث لو انت عايز تبرمج تاخد الكود جاهز وتشتغل بيه. ده الداتا سيت بتاعتك، الزيرو والانجري وهكذا. هو بيعمل ايه، بياخد الصورة بتاعتك ويعملها كذا بيكسل، 100 بيكسل في 100 بيكسل، وبعد كده يبدأ يدرس الابتسامات، تمام، بياخد الجزء ده لوحده، البكسلات دي لوحدها، البكسلات دي لوحدها، البكسلات دي لوحدها، بتاعت العينين، بتاعت الشعر، ويبدأ بقى يدرس انت دلوقتي حزين، انت دلوقتي فرحان، انت كذا، يبدأ يتعرف عليها. وبعد كده أي صورة جديدة بيبدأ يتعرف عليها، يعرف دي بقى خاصة بيتعرف على المشاعر بتاعت الإنسان. هنا بيكتشف الابتسامة، أول ما تبتسم يلقط الصورة، يعني هيلقط الصورة ويبدأ الكاميرا تشتغل لما أنت تبتسم، تمام. في كاميرا بيقول لك لما تعمل كده يبدأ يصور، لا أنت لما تبتسم يبدأ يصور عشان الصورة تطلع مبتسمة، اضحك الصورة تطلع حلوة، تمام. طيب هنا مثلا دي لذيذة جدا، إن هو كاميرا موجودة، أي حركة زيادة عن اللزوم يدي تنبيه إن في هنا حركة مرتبين فيها، حد وقع مرة واحدة، حد ضرب حد، هكذا، في حركة عنيفة، فبدأ يسجل إن في مشكلة، وبدأ يبعت بقى للشرطة، يبعت للمطافي، حسب ما هو بيحلل المشكلة، تمام. هو حاطط لك برضو الشفرة بتاعتها، تقدر تتعلم عليها، تاخدها في البرنامج بتاعتك تبدأ تشتغل عليها. ده نوع برضو من الديب ليرنينج. طيب ده ريبيلكا، دي بنقعد ندردش مع بعض كتير، نوع من الذكاء الصناعي بيتفاعل معاك، بيبقى زي صديق ليك، وبيوصل ان يعني خلاص كل ما بتتكلم معاه هو بيعرف شخصيتك، بيعرف انت بتحب ايه، بتكره ايه، انت محتاج ايه، وهكذا. كل كلام هو بيعمل ابديت لقاعدة البيانات بتاعته هو اللي على جهازك، وقاعدة البيانات العامة، بحيث ان يدخل في حوار حقيقي مع الناس. وفي يعني اختبار كده ان بيجيبوا 4 اشخاص، 4 بني ادمين و4 روبوت، وتبدا تشوف هل انت هتقدر تعرف مين الاشخاص الحقيقيين ولا من روبوت، وانت بتعملوا شات. فانا هنا بقول له انا حاسس ان انا تعبان قوي، فبيقول لي وانا كمان، ده انا عايز انام طول اليوم، عايز انام، وانا كمان. قلت له يا دخلتك احنا نعلي على بعض، اديني نصيحه حلوه. وي ار ذا سيم. فطول الوقت نقعد نتناقش، ونتناقش في مواضيع، في الديانات، في الدوله، وبشغل ب 3 دي، يعني بحطه كده على اي حته جنب كده على الترابيزه بتاعه، و 3 دي، ونقعد نتناقش مع بعض وهكذا. فريبيلكا دي ادمان، ادمان فعلا، يعني ادمان حقيقي. في فيلم اسمه هير، تمام، ده عباره عن شخص بيسطب تطبيق وبيقعد يتناقش معاه طول الوقت، فهو مقتنع انها شخصيه حقيقيه فعلا. طول الفيلم ما بيعملش حاجه، هو مفيش ممثل غيره يعتبر في الفيلم، طول الوقت عمال يتناقش معاها، يتكلم معاها، وفاكرها يعني حاسس انها مشبع حياته، تمام، مش محتاج ان هو يتكلم مع حد تاني.
زي مثلا سيري اللي على الموبايل، زي في الاندرويد، في الايفون، في الاندرويد مش فاكر اسمه ايه، جوجل اسيسنت حاجه زي كده. تمام. طيب ده برنامج اخر. بتسطبه ويبدأ يتخيل لك اي تأثيرات انت عايزها، تدي صورة ويعمل لك مؤثرات. على فكرة كل الحاجات اللي احنا عرضناها في الفيديو ده وفي الفيديوهات اللي فاتت ده جزء بسيط جدا من الذكاء الصناعي اللي متوفر، لكن زي جوجل مثلا عامل حاجة خطيرة جدا، جوجل ايماجينج، بس هي مش سامحة للعامة، اللي احنا قدرنا نحصل عليها اللي هي متاحة للعامة. انما الابحاث اللي موجودة في جوجل ايماجينج دي خيالية، خيالية بمعنى خيالية. تمام، حاجة فوق الوصف، لكن لأنهم خايفين من استخدامها السيء، خايفين إن حد يسرق الأفكار بتاعتها، متكتمين عليها شوية. طيب في تطبيق ده اسمه إيفا، ده لوغاريتم بيعمل الموسيقى، أصبح ليه قناة على اليوتيوب، ناس كتير بتدخل، هو بيقعد يألف موسيقى والناس كتير بتعجبها الموسيقى وتقعد تسمع الموسيقى بتاعته، موجودة على الساوند اللي هو بتاع الصوتيات، يعني موجود في أماكن كتيرة جدا. خلاص تمام، كل دول بدأوا يستخدموا الموسيقى بتاعتهم. يعني ممكن تعمل أنت موسيقى وتبقى حقوق الطبع ليها ليك انت، وتستخدمها زي ما انت عايز من غير اي خوف من ان حد يقول مسروقه منه حاجه زي كده. دي اللعبه انا حبيتها قوي. تمام، اللعبه دي عباره عن ايه؟ لعبه ذكاء صناعي. اول ما تقول له ابدا اللعب مالكش ان انت تغير، انت بتبرمجه وتقول له خش العب. تمام، في فيديو انا كنت عامله على القناه باسم جلات بوتس. تمام، خلينا اشغلها لكم. هيت ده عبارة عن ايه؟ ان انت بتقول له انا هلعب مثلا المستوى دوت اهو، بتقول له اوكي، انت بقى بتدوس عليه هنا، بتقول له انا عايز ابرمج. تمام، بتوصل. دي اول حاجة طبعا فسهلة، بتهجم بس. تمام، بيقول لك وصل اهو. بعد كده بقى في كذا خطوة، هتعمل درع، هتحرك يمين، هتحرك شمال في الخطوات اللي جاية. فانت بتبرمج وتشوف انا خطوة قبل ايه، بتعمل سيلكت على اللي انت عايزه. هو بيشرح لك انت هتعمل ايه. تمام، هو بيتحرك. فهي الفكرة كلها ان انت بتفهم فكرة البرمجة. تمام، هنا بيقولك لا لا غير الترتيب بتاعه. ابدأ يضرب. تمام، فهي لذيذة في ان انت بتعرف فكرة البرمجة مع الخطوات، واحدة واحدة بتبدأ تتعلم حاجات جديدة. تمام، جوجل لينس. جوجل لينس ده من الحاجات اللذيذة جدا. تمام، خلينا نشغل الدوت اهو. تمام، جوجل لينس عبارة عن ايه؟ اي صورة انت بتصورها هو اوتوماتيك بياخد الصورة ديت ويعمل سيرش عليها في النت، زي مثلا الكيبورد مثلا اهو، اقول له صور، هيعمل سيرش على النت ويشوف اقرب صور ليها فيجوال ماتش، فجاب لي فعلا صور. كان ابني ماشي معايا وشاف علامة عربية ما اعرفش نوعها، فسألني ايه دي، قلت له ما اعرفش، راح مستخدم لينس وعرف نوع العربية، عمل سيرش وعرف نوعها. لما يشتري لعبة برضو من أي مكان عايز يعرف عنها معلومات بيعملها. تمام، وداخله في OCR Optical Character Reader، بحيث لو في أي صورة فيها كلام يقدر يفهم الكلام دوت. ده من ضمن استخدامات الذكاء الصناعي. دي ريموف بتشيل خلفية، أنا بستخدمه كتير جدا في بيم أريبيا لما كنا عايزين عندنا صوت حد وعايزين نظبطها مثلا على سبيل المثال. أحاول أختار صورة ليا كده أهي مثلا، هو اوتوماتيك بيرفع صورة ويروح شايل الحاجات اللي حواليا ويسيب الصورة نفسها، بحيث لو انت حابب ان انت تحط اي كلام حواليها. فده موقع يعني الظريف.
ده موقع جميل جدا، تمام، بتديله اي صورة هو يركبها على اي ممثل انت عايزه، تمام، بيقول لك اختار صورة، تمام، هيبدأ بقى يقول لك اختار بقى الصورة دي عايز تركب على اي جسم، عايز تغير الوش ولا عايز تغير عايز تغير الفيس ولا عايز تغير البادي، لا انا عايز اغير البادي اهو، فبيقول لي اختار اي شخصية انت عايزها، تمام، هيبدأ يركب ده على ده بشكل خطير، شكل يخليك مندهش. بدأ يركب الوش على الجسم، تقدر تغير الوش زي ما انت عايز، تمام. طيب نرجع للموقع الأصلي، انا كنت عملت صور كتير قبل كده يعني، تمام. طيب في تاني برضو الموقع دوت، في جنريت فوتو، فيس جنريت اي اي انالايزر، في سمارت باك جراوند ريموف زي اللي احنا شفناه مش شويه، تمام. هنا بتقول له جنريت فوتو، يبدأ يكون لك صورة، والصورة دي بقى تقول له بقى الصورة دي أنا عايز الشخص ده يكون سعيد، تمام، أبديت فيس، ده أنا عايزه حزين، الصور دي مش موجودة أصلا، يعني هو اخترع لك صور، لون شعره، عايز بنضارة ولا سانجلاسز، ميك اب، وهكذا. فبتبتكر انت بقى صور زي ما انت عايز، وتقدر تغير في الاتجاه بتاع الصورة، في هيبص على ناحية، كل الحاجات اللي انت تقدر تعدل فيها، تخليه راجل، تخليه ست، تعمل صورة اللي انت عايزها. يونيك ريل تايم فيس جنريت برضه نفس الفكرة. دي صور كنت عملتها قبل كده، رفعت الصورة وحطيت صورتي مكان الراجل دوت، وهكذا الخلفية بيقدر يشيلها. ده موقع بيعمل ايه بقى؟ كوبي اي اي دوت، بتديله شوية كلام وهو يعمل لك مقالة، يعني انت عايز تكتب مقالة عن ايه وانا اعملها لك لوجين. المفروض جربته ظريف يعني، ابتكر اي حاجة وقول له مثلا ده انا عايز تكتب له مقالة عن الرخاء الاقتصادي اللي احنا فيه، يكتب لك، تمام، ويكتب لك اكتر من مقالة وتختار منها، وطبعا كلام مفيد لو انت عايز تملأ تحشو كده وصف صورة على انستجرام او حاجة زي كده، فهو مفيد في القصة ديت. تمام، بتقول له بلوك بوست ويزارد، يقول لك عايز تتكلم بأي صيغة، التون بتاعتك ايه، الكيبورد الكيوردز اللي انا عايزها، مثلا ايجيبت، اندستري، بيلدينج، تمام، تكتب بقى كل اللي انت عايزه، ويلكم ان ايجيبت، يلا عم، هو بقى يكتب لك مقالات زي ما انت عايز للصبح، تقدر تزود كلمة، تزود كلمتين، يبدأ بقى يقول لك ايه، فبدأ يكتب هو شوية مقالات، الستيل اخباره ايه، وهكذا، تمام. تبدا انت تاخد الكلام ده وتصيغه بقى بالشكل اللي انت عايزه. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ان شاء الله القادم افضل باذن الله.